يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر الصلاة لغرض وضع الحناء على يديها، حيث إنه يحتاج إلى فترة طويلة ليترك أثره، وهي تفعل ذلك زينة لزوجها؟ الحناء لا يمنع من صحة الوضوء، لأنه لا يمنع من نزول الماء إلى ما تحته، سواء كان على الرأس أو كان على اليدين، فلا مانع أن تتوضأ وعليها الحناء، ووضوءها صحيح إن شاء الله، لأن الحناء لا يمنع من نزول الماء إلى ما تحته من الجلد. نعم.